بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. أقوال بدعية وأقوال كفرية وأمثال شعبية محرمة يقولها كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الرجل لا ينطق بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا، تهوى به في نار جهنم 70 خريفا. الرجل لا ينطق بالكلمة أو لا ينبت بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله عليه فتهوي به في النار 70 خريفا. هنحاول ناخد بعض الكلمات. للأسف كثير من الناس، هناك كثير من الأمثال وكثير من الكلمات البدعية الكفرية يقولها كثير من الناس. أول حاجة، الناس حرفت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، خليتها لا حول الله يا رب، والإنسان يأسم إذا قال هذا ولا يأخذ أي ثواب، ولا بل يأسم، وإذا علم حرمة هذا القول وأصر عليه يتحول اسم إلى اسم كبير، الاستهانة بالذنب. لأن كلمة لا حول الله يا رب معناها عدم التحول من الحال إلى حال بقوة الله، أنت نفيت. لأن حول لا حول ولا قوة إلا بقى، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا صبر على طاعة ولا صبر على ترك معصية إلا بقوة ومعونة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ما بتقول لا حول الله يا رب يعني ما فيش حول، ما فيش تحول من حال لحال بربنا. دي أول حاجة. يبقى اللي بيقول لا حول الله يا رب وده اكثر الناس يقولوها يتقي الله. الحاجه الثانيه، كتير من الناس بيقول اسم النبي حرصه، اسم النبي حرصه وصينه، اسم النبي بيحرص حد، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا هو سبحانه وتعالى هو الحارس، كما قال سبحانه وتعالى ومن يكلأكم بالليل والنهار، هو الرحمن سبحانه وتعالى الذي يكلأنا طول الليل طول النهار، يكلأكم يحرسكم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى هو الحارس، مش حال اي حد تاني حارس. فلا يجوز ابدا ان تقول اسم النبي حرصه. من علمني حرفا صرت له عبدا، لا يجوز ابدا هذا الكلام، لا يجوز ابدا. العبوديه لله وحده. اذا قلت انا لفلان انا عبدك، هذا هذا يعني هذا لا يجوز ابدا. ما جاء الاسلام الا ليحرر الناس، فالعبوديه لله رب العالمين فقط. فكلمة من علمني حرفا صرت له عبدا، هذا 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 ضد، هذا ينافي السنة، ولا يجوز أبدا إنسان يقول لا من علمني حرفا صرت له عبدا. لا يجوز أبدا الواحد يقول لواحدة زي ما يحدث كثير من الأمر أنا بحبك لدرجة العبادة، لا يجوز أبدا هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا عبد المأمور، هذا لا يجوز أبدا. نحن عبيد لله، عبيد الله سبحانه وتعالى فقط، مفيش حاجة اسمها أنا عبد المأمور، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وبعض الناس من الأمثال الشعبية الدارجة تور الله في برسيمه، ربنا سبحانه وتعالى عملوش تور مخصوص به، يعني إنسان يسموه إنسان يعني عنده غفلة عن أشياء أو لا يفهم أشياء يقول عليه تور الله في برسيمه، لا يجوز أبدا هذا الكلام. وبعض الناس، ودي من أقوى يعني، لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل، وربنا سبحانه وتعالى مش بيقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم في سورة فاطر. حد يقدر يمنع رحمة ربنا سبحانه وتعالى تنزل؟ لما تقول الجملة دي يبقى انت نصبت من نفسك إله، نصبت في رحمة ربنا هتنزل انت هتمنعها؟ كلمة كبيرة جدا عند في حق رب العالمين سبحانه وتعالى، كلمة كفرية. لا بيرحم لا بيخلي رحمة ربنا تنزل، مين يقدر يمنع رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها؟ دي حاجة تأثر العمر، اسمها حاجة تأثر العمر، والعمر بيأثر العمر بيطول بالبركة، لكن كل واحد منا أجل مكتوب محتوم عند رب العالمين عندما ينتهي سنتهي، مش حاجة تأثر العمر وتقدر تطول العمر. هذا كلام الشيطان، يعني كلام لا يتكذب. أيضا بعض الناس يقول الحاجة اللي ملهاش أصل دي طالعة شيطاني، زرع طالع يقول لك ده زرع طالع شيطاني، كلمه كبيره جدا. عارف ما طالع شيطاني معناه ايه؟ معناه ان الشيطان هو اللي خلقه. فاتقي الله سبحانه وتعالى، ده مش اسمها ده طالع شيطاني، كله طالع بقدره الله سبحانه وتعالى، كله طالع بقدره الحب الزرع اللي ما بيطلع حتى من شيء، البذره مين اللي خلقها؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها ومهد لها الارض، ربنا هو الخالق لكل شيء. فلا يجوز ابدا على تقول على شيء ملوش اصل ده طالع شيطاني، والناس اللي بتقول الشيطان شاطر، الشيطان مش شاطر، لو نافي صريح القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النساء إن كاد الشيطان كان ضعيفا،
مفيش تقول عليه شاطر. قول البقية في حياتك ما ليس من السنة أبدا، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. يعني كلمة البقية في حياتك مش من السنة، مش ولا باقي غير وجه الله سبحانه وتعالى. كلمة العمل عبادة ما هي الصحيحة، يعني ما لهاش أصل. بعض الناس بيفتكر إنها حديث ما لهاش أصل، وبيحتج بالكلمة دي ويقدم العمل على الصلاة. لكن ما هو برضه الشغل عبادة، لا لا خطأ فادح. بعض الناس يقول لك رزق الهبل على المجانين، مثل شعبي. رزق هو في رزق، في رزق. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. مفيش حد رزقه على حد، فلا يجوز انك تقول رزق الهبل على المجانين. تقسم، ولو علمت تقسم اسمك كبير، لو علمت تشوف حاجات بسيطه جدا، لانك انت بتقول كلام. يعني انت بتخلي الرزق بدل من ربنا سبحانه وتعالى، بتنسب الرزق الى غير خالق الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تقول يدي الحلق للي بلا ودان، دي الحلقة اللي بلا ودان. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يعرف ماذا يفعل، يعطي من لا يستحق، ويدي الأقرع كاسكتة، ويدي المكسح بسكليتة، والأمثال اللي انتوا عارفينها دي كلها حرام شرعا وكفر بالله سبحانه وتعالى. يدي الحلقة اللي بلا ودان، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي من لا يستحق، مش ربنا، أو ربنا سبحانه وتعالى مش عارف هو بيعمل ايه. انت تصف رب العالمين بالسفة، حاشا الله سبحانه وتعالى. ما ينوب المخلص الا تعطيه هدوم، هذا مثل شيطاني. بالعكس، ده ربنا سبحانه وتعالى حس على الاصلاح بين الناس، وفضل معارك، وفضل وانبغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهم. ربنا بيقول في سوره النساء والصلح خير. طب انت جاي تقول له اللي ما ينوب المخلص الا تعطيه هدوم؟ لا يجوز ابدا ذلك. انت حتى لو خلصت من اثنين وصابك مكروه، فذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى ربنا هيجازيك خيرا وهيجازيك ثواب عظيم. لكن ما نقولش ما ينوب المخلص الا تعطيه، عشان كده بنثبت همه من الناس، ونعلم الاجيال الجديده انها ما تفرقش من المتخاصمين، وما تنسحش بين الناس، وما ندخلش من اثنين متخاصمين، وما ندخلش من اثنين بيتخانقوا مع بعض. اللي معاها قرش يسوى قرش، واللي معاهوش ما يسواش. كلامه شيطاني. لا حسد الا في سنتين، رجل اتاه الله مالا فصلت عليه، ورجل اتاه الله القران فهو يقضي به فيقوم به اناء الليل اطراف النهار. المال اذا لازم يستخدم في سبيل الله يكون نقمه. والانسان اذا كان عنده العلم والقران فلا يساويه شيء، لا مال ولا اي غيره. فما نقولش اللي معاه قرش يساوي قرش. انت جعلت القيمه الوحيده المحموده هي المال فقط. امشي في جوازه وما تمشيش في جنازه، امشي في جنازه وعمرك ما تمشيش في جوازه. كلامه شيطاني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزوج الناس. يبقى انت بتعمل عكس سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الصحيح هو بخت من وفق راسين في الحلال، هذا هو ده مثل صحيح لا وافق للسنه. لكن امشي في جنازه وما تمشيش في جوازه، هذا غير صحيح. لان في حاجه اسمها استخاره. انت ما بتضربش على عدو، انت بتقول له في واحده ايه؟ انا شايف انك كويس، او العكس، او في واحد هو شايف انه كويس، وتوفقهم لبعض، وبعد كده هم احرار. في حاجه اسمها استخاره، وفي حاجه اسمها سؤال على العيله، محدش بيجبره. وانت بتوفق لوحده، والله طلعت مش كويسه يبقى نصيبه. هو ثلاث استخاره اتعملت ليه؟ الاقارب عقارب مثلا شيطاني، يحض على قطع صله الارحام. الاقارب الاقارب عقارب. انا واخوي على ابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. قسم شيطاني يحض على مناصرة الباطل. انا واخويا على ابن عمي، حتى لو كان اخويا على الباطل وابن عمي على الحق، انا مع الباطل مع الحق، ما دام ده اخويا وده ابن عمي. ما تقولش انا واخويا على ابن عمي، ابن عمي على الغريب. انت مع الحق سواء كان قريبا او بعيدا، سواء كان قريبا او بعيدا. ان كان لك عند الكلب حاجه اقول له يا سيدي. بس شيطاني لا يجوز ابدا هذا. لقد فضلنا بني ادم وكرمناهم، سبحانه وتعالى بيقول كده، وحملناهم في البر والبحر، فضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. الكلب يبقى سيدي الانسان ازاي؟ كان لك عند الكلب حاجه اقول له يا سيدي؟ لا يجوز ابدا هذا الكلام. مثلا شيطاني. ايضا اخر، كتر السلام يقل المعرفه. بالعكس، الرسول ما قالش السلام. كتر السلام يقل المعرفه؟ اوعى تقول كتر السلام يقل المعرفه، هذا يضاد وينافي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بالعكس،
ده الصحابه رضي الله عنهم واحد منهم الاثنين ما كانوا ماشيين مع بعض اتفرقوا من شجره بعد ما يلتقوا تاني وهم سالمين على بعض تاني. اذا سلم المؤمن على اخيه المؤمن تحادى ذنوبه كما تتحادى اوراق الشجر. بتسلم عليه اوراق ذنوبه تقع كما تقع اوراق الشجر. بالعكس سلم على من تعرف ولا ولا تعرف. ف انا بقول لحضراتكم بعض امثله. قيس على كده بقى يبقى ما تتكلمش اي كلمه لما اسقطها على السنه القران والسنه. اذا جوتها تنافي القران والسنه اتفضل تمام. خلي عندك فقه. يحبون بقى الحاجات دي عشان الناس تفهم. لكن انت اي شيء تقوله اسقطه على القران والسنه. شوف اللي يوافق القران والسنه ولا لا. شكيت فيه اسال. لكن ما تقولش كلام وانت لا تعلم مدى ما معنى هذا الكلام. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هحاول اكتب الكلام ده في الفيديو سخون شو نص عايز اعمل فيه ثواب عظيم لعل علما في الاجر معمول بيوم القيامه. لو كذبوا مش تعملوا جرس في الشرق في الناس رقم بريد تساعدوني على السؤال. بقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.